بننتقل لفقرتنا الأخيرة. وبما أننا كنا عم نحكي سابقا عن الأزياء، أكيد الأزياء أو الأطلالة ما بتكمل بدها شيء يكملها بالإكسسوارات أكيد. لحتى هيك تكون دائما أجواء الصيف بالإكسسوارات باللبس كل شيء فيها حلو. بعرف أنت أنك على اختلاف معي، بتحبي فصل بحب القصص وإلا الشمس إلا الشمس ودائما الألوان الحلوة أكيد ما بتكمل بلا إكسسوارات. لهيك رح نحكي دائما عن الإكسسوارات المناسبة وعن الهاند ميد والإكسسوار اللي هو زينة طبعا محببة لكل السيدات، لكن رح نحكي عنه أكثر مع مصممة الإكسسوار والهبة هدى الحلبي وسماح كاخين المصممات إكسسوار. طبعا لكل مصممة نور إلى بصمتها الخاصة بهذا المجال. صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. يعني لما نحكي عن الصيف والازياء لازم نقول الاكسسوار صار هو مكمل لاطلاله كل صبيه وسيده، واليوم عم نشوف في اختلاف. يعني الصيف الماضي كنا عم نشوف القطع القويه الحجار ياسات كبيره، اليوم عم يكون في ميكس بين القوي والناعم. خلينا نحكي بالبدايه، هي السنه كيف عم تكون موضه الاكسسوار؟ هي السنه موضه الاكسسوار ستراس كلها ستراس. يعني موضة الحجر الكبيرة شوي قلت، صار هلا كل شيء ستراس. يعني الستراس على كل شيء صار هلا مطلوب، حتى على الاكسسوار الزيركون كله مطلوب هلا. خلينا نحكي شوي عن الالوان المميزة هلا بهذا الفصل. هلا في الوان معينة ولا حسب اللبس؟ هلا مو انه في الوان معينة، في الوان الضاجة هلا ضاجة شوي، اورانج اصفر فوشي هيك، هدول الالوان مثلا نيلي الاخضر بشكل عام بالشناتي والاكسسوار بكل شيء يعني. طيب خلينا نحكي هاي الصيف شو اللي دارج اكثر شيء، يعني المختلف قلنا الستراس بس والالوان القويه. حتى قطع الاكسسوار اليوم عم نشوفها ناعمه اكثر، يعني منا قويه او كبيره، مختلفه عن الصيف الماضي. مزبوط، هلا العالم صارت اكثر شيء بتحب الشغلات الناعمه بالايد او كخلخال او كتوب، لانه هلا درجه موضه السليبرات والشناتي اللي ظاهره وضايجه كثير، يعني مثل السليبرات هدول هلا هدول موضه هي السنه. هلا وين ما رحتي بفوت مثلا بتجيكي زبونه ما بدها اكسسوار، بدها سليبر، بدها شنطه عليها شغل، حتى شناتي الاراجيل كله صار هلا. بتستغني على الاكسسوار لما البس هيك قطعه انا؟ في كثير صبايا هلا هيك صارت، ايه، وانت بدك تماشي السوق كله، يعني في صبايا بتجي بتقلك انه لا مو ستايلي مثلا تاخذ اكسسوار، بس هلا الاغلب او هي مثل ما بيقولوا مثل ترند انه خلص سليبر بدي اخذ منها، فصارت موضه القصه. النماذج يعني اللي دائما بتنطلب منكم انتم بتشتغلوا، يمكن دائما بتصمموا حسب الطلب، بس الاكثر المطلوب هلا بتحسوا انتم؟ هلا سموحه هي بتعطي الافكار، تعطينا الافكار سماح. يعني انت العقل المدبر اليوم، خلينا نحكي عن الافكار، بتطالع افكار وهي كمان يعني بتحب هيك قصص، بس هي لها شيء مثلا خاص وانا لي شيء خاص، كل واحد له شيء. مثل ما انا كل شيء لها بالضوجه يعني بالقصص. ايه بحب مثلا الالوان، بحب الالوان كثير. الالوان الصيفيه اللي انت عاملتيها اكثر هلا طالعه، عملتها مثلا هيك شيء بس انا هي فكره بسيطه ضفناها على القطعة يعني بس حلوة. هلا صيف وهيك بحر وقصص ستراس، اي وهيك شغلات مثلا جنزير، هلا هو صح كبير بس هيك دارج، بس ضفتي له يعني انه في اضافات. هلا شيء مميز حرفك مثلا، هدول كلهم تبعات الصيف، الخيط التركي والقصص كلهم بنعملهم هيك هدول خواتم خلاخ. طيب كيف تصممي القطع يعني مثل هيك؟ يعني نحن عم نشوف أزواق مختلفة وترندات، بتلحقوا ترند أكثر ولا بتحاولوا فعليا أنه يعني تطردوا جميع الأزواق اليوم والصبايا؟ هلا كوننا كثير بنقابل زباين وعالم وطلب وكذا، فبنعرف وين رايح العالم، بنصير بنعمل ونحن بنضيف لمستنا يعني على القطع. مثل هيك شيء مثلا، هي شنطة نحن ضفنا لمستنا عليها، هي مهودة يعني ضفنا لها عليها مثلا حرف اليوم القش وستراس عليه كثير، وهون عملنا للبرج العقرب. نحن في شيء بيميز انه نحن بنجرب القطع علينا قبل ما نعرضها، احنا بناخذها لنا ونشوف العالم كيف. يعني مثلا هي اول شنطه انعملت كانت الي، بعدين صارت تنزل وتشوفي اصداء واراء الناس تعليقات، انا باخذ الشيء الي بعدين بمشي فيه. هلا في كثير صبايا عملت موديلات بس غير النسق كليا، يعني كثرت العالم الايد الشاغله كثرت، صحيح صبايا او شباب كثرت انه بدهم شيء شغل لهم. هلا هي بتفرق لما تشتغليها عن مصدر رزق او تشتغليها عن محبه، بتفرق معك عرفتي شلون. هلا هدول الموديلات مثلا مثل هدول الشناتي كثير درجوا
ناعمين حلوين. صحيح تمام، بس انه هي اللمسه البسيطه هي اللي لعبت دور، مع انه في كثير عالم انه استهجنت الفكره اول شيء، بعدين صارت ترند، صارت تتقلد على هذا المبدا. يعني مو دائما على الطلب انتم بتتماشوا مع هالقصص، او الشيء انتم بتحبوه ممكن انه تصمموا. تمام، انا بصمم الموديل او بصمم الفكره، باخذ راي سماح، والعكس هي تصمم تاخذ راي، بننزلها ممكن انا احمل غرض او هي، وبصير علي طلب، بصير تعديلات، بتيجي زبونه بدها تعديلها، لا مثلا بتيجي زبونه بتقول لك ما بدي سليبر نيلي، في الوان، في الوان بنغير لك لون الستراس، لون السليبر، كله بيتغير حسب يعني الاختيار. تماما. طيب قلتي نقطة كتير مهمة، انه صار بالسوق كتير في شغل يدوي واعمال يدوية، اليوم كيف انت تحاولي تثبتي بصمتك الخاصة هدى وسماح بهيدا المجال، بما انه في تنوع صار كتير كبير؟ هلأ أول شيء وأهم شيء محبة الناس. هلأ أنا كنت موجودة أول، بعدين فاتت سماح معي، صارت العالم بتحبنا سوا. يعني صارت العالم دائما بتعرفنا سوا، مثل ما بعض كل العالم بيعرفونا سوا، كل اثنين انثى، لانه في افكار هيك عند الانثى بتخطر ببالها تعمل ميكس مع ونحن خلينا يعني بعضنا بنعرف اكثر. يعني مثلا سماح مثلا لاحظي اللي لابستهم هي، انا عاملتهم بس انا استحاله البسهم. انا اللي لابستهم هي عاملتهم بس هي ما بتلبسهم، هي بتلبس الشيء الهادي. فنحن كملنا بعض بطريقه انه كملتوا بعض، كل واحد الفكره تبعيته بتكمل الاخر. تمام، صارت العالم انه هلا اوكي ما في عالم كثير معروفه اكثر مننا، بس انه نحن قطعنا محبوبه اكثر، لانه نحن اللي بنشتغلها فعليا. في كثير عالم هلا على النت كاونلاين كثروا، انه هن عم يشتغلوا القطع بايدهم، هن كل واحد مو هن، فنحن حتى من يعني بنوثق لحظه الشغل. نحن يعني مثلا ايدينا ورمانه كذا، ونحن عم نشتغل وخلص، هي سبحان الله اللي بيكملها هي محبه الناس. خلينا نشوف هدول، لكي شو حلوين نور، هدول كثير موضه، هدول التصميم مين؟ كثير موضه وبعيد عن الموضه، ولا درجوا مع بعض يعني تحطي كذا وحده بالايد، كثير درجوا هلا هيك حتى بالخلاخل هيك درجوا عدة الوان بنفس اللون. في هيك كمان هدول الذهبي، يعني بتعرف في عالم بتحب ذهبي، عالم بتحب فضي. طيب ختاما وسريعا قبل ما نختم، نحن بنعرف الاشغال اليدويه مكلفه، قديش بتاخذوا بعين الاعتبار السعر؟ لانه بنعرف كصبيه بتحب تحصل على قطعه مميزه، بس بنعرف في غلاء بالسوق بشكل كثير كبير، وفي ارقام للاسف يعني عم تطلب على الاشغال اليدويه تقارب اسعار الفضه. صح، ارقام كثير كبيره. صحيح، هلا الفكره انه هن في كثير عالم بيحطوا مربح 100% 150%، لا انا وسماح بندرس السعر مزبوط، بحيث انه نحن لما نرجع نتسوق ما ننكسر. هي اللي عم يصير فينا انه انت لما بترجع تتسوقي تنكسري بالاسعار. هلا بالذات هدول الخيط التركي العالم بتفكر انه خيط، هلا هو في ثلاث اربع انواع منه، في عندك النوع الرديء للنوع التوب اللي بيغير لونه، اللي بيفتر على اللبس الكذا، وكله موجود. انا بقول للزبونه هذا هيك حيصير، هذا هيك حيصير اللي بيناسبك، يعني مثلا من إلى، فهذا اللي هذا اللي بدك تماشي في السوق، هي المشكله. بس يعني في دراسات معقوله للاسعار. يعطيكم الف عافيه. يعطيكم الف عافيه، واكيد بدنا نتمنى لكم التوفيق، وبهيك ان شاء الله دائما بيضل مشروعكم وبيكبر لسه اكثر واكثر. بدنا نتشكركم مصممات الاكسسوارات هدى الحلبي وسماح الكاخي، شكرا لحضوركم معنا. هدى وسماح اكيد نتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله يا رب هيك هي المحبه تم موجوده والشغف يكبر واكبر ويكبر اسمكم بالسوق. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. يعطيكم الف عافيه.